قلنا احنا من ضمن ال objectives او يعني ال common sense requirements of ال switching subsystem انه يكون reliable و available. احنا قلنا انه لو انا هستعمل commercial او public network to act as a switching subsystem بتاعي، فطبيعي ان اي حد يبقى عايز يكلم اي حد تاني، ولو عايز يقدر يلاقي باث، وان يكون الكمبليشن ريت اولزو مش يعني كريتيكالي سبيسيفايد برقم محدد، بس يكون رقم كبير. فده ساعات نعمل ريبريزنتد باي الافيلابيليتي اوف السويتشنج سب سيستم، بس انا بحب اسميها ريلايبيليتي اكتر. هي مع كمعنى هي افيلابيليتي، بس خلينا نستعمل الترمينولوجي بتاع الريلايبيليتي عشان حاجتين. اولا عشان ما نتلخبطش ما بينها وما بين الافيلابيليتي اوف الترانكينج سيستم اللي احنا كنا قلنا عليها. احنا قلنا يعني when we determine the traffic formula, one of the four factors that determine the traffic formula is availability. هل كل الترانكس available لكل اليوزرز ولا في limited availability, subset of the trunks available لسبست من السبسكرايبرز و another subset of trunks available لانذر subset of subscribers. فعشان اول حاجه ما نتلخبطش ما بين availability of الترانكس للسبسكرايبرز والافيلابيليتي اوف السويتشنج سب سيستم ككل. تاني حاجه لانه اوريدي كمان معناها في ريلايبيليتي، انا عايز اتاكد هو السويتشنج سب سيستم ده شغال ولا لا. هنا الافيلابيليتي بمعنى شغال ولا لا، مش متاح ولا لا، يعني شغال بمعنى اوبريتنج ولا في فيلير وبالتالي مش اوبريتنج. طيب فدوت يعني is reflected على الريلايبيليتي بتاع السيستم، انا قد ايه السيستم بتاعي ريلايبل. فالريلايبيليتي في التليكوميونيكيشن بصفه عامه او اني سيستم يعني is usually defined as the ratio between الاب تايم والتوتال تايم. طيب ايه الاب تايم وايه التوتال تايم؟ اولا التوتال تايم هو الاب تايم زائد الداون تايم. الاب تايم اللي هو التايم during which the system is up, running and operational. كل حاجة فيه سليمة وشغالة و available لليوزرز. الـ downtime أي حاجة بقى من دولت، إن السيستم مش شغال أو في failure. الـ failure دوت يعني لو بتكلم على switching subsystem، failure دوت مثلا الـ links اللي ما بين الـ central offices أو الـ switches فيها مشكلة، او السويتشنج ديفايسز نفسها اللي في السنترال اوفيسز فيها مشكله. فاي تايب اوف فيلير يخلي لي السيستم مش قادر يبرفورم الفانكشن بتاعته هو دوت اللي احنا بنسميه الداون تايم. وتبقى الريلايبيليتي هو قد ايه من التوتال تايم السيستم از اب اند اوبريشنال. فهو دوت الريلايبيليتي، وطبعا از ريبريزنتد از ا برسنتج. طبعا احنا ايديالي عايزين الريلايبيليتي ديت تبقى 100% اب تايم على الاب تايم بلس الداون تايم 100%. ما تحصلش الا لو الداون تايم از زيرو، ان انا ما عنديش فيلير اتول، ما عنديش اي وقت السيستم فيه فيلير. برضه هو طبعا مش لازم بيبقى بس فيلير، ممكن يكون السيستم از داون فور مينتننس مثلا، فده يعني ارينجد داون تايم as opposed of random downtime in cases of failure يعني. بس في الاخر انا عايز الريلايبيليتي تبقى 100% which is not يعني usually easy to achieve. في الاخر يعني حتى لو السيستم بتاعي انا عامل فيه كل احتياطاتي، هيبقى في وقت انا عايز اعمل maintenance للسيستم. فبنقول الريلايبيليتي usually يعني بنبقى عايزينها in the form of 5 9s، او عايزين reliability of 5 9s. ايه ال 5 9s؟ اللي هو 99.999%. انا عايز السيستم بتاعي يكون reliable بالبرسنتج دي. طيب البرسنتج دي عشان تتحقق، ما هو ده يديني relation ما بين الاب تايم والداون تايم، يعني اكن انا هنا الداون تايم بتاعي حاجه صغيره جدا. طب لو انا ال 5 9s ديت صعب ان انا احققها
ماشي، يبقى 4 ناينز 99.9% مثلا، او 3 ناينز 99.9%. طبعا السيستم اللي الريلابيلتي بتاعته 5 ناينز احسن من السيستم اللي الريلابيلتي بتاعته 3 ناينز. بس مثلا ال 5 ناينز ديت عشان نحققها، انا مش فاكر الارقام بالظبط يعني، بس عشان نحققها، نحقق ال 5 ناينز، السيستم كان بي داون only for 5 minutes per year. فطبعا ده حاجه كويسه، بس صعب انها احققها يعني، اللي هو يعني ده لو انا بس هستعملها كمينتنس ويندو، ازاي اعمل مينتنس للسيستم just 5 within 5 minutes per year. فهو ده يعني is a very يعني challenging number to achieve. طبعا يعني as we go down ل 4 ناينز و 9 ناين و 3 ناينز، ممكن الويندو ديت تبقى اكتر شويه. فبس يعني ده عشان اوريكم قد ايه انه تحقيق such tight reliability او such high reliability is not easy. طيب ساعات نعبر عن السيستم reliability بالكومبلمنتري percentage، اللي هي بقى ال unreliability او ال unavailability. انا قلت لكم من شويه ان احنا يعني reliability ديت ممكن اسميها availability، ممكن تلاقوها in other resources under the terminology of availability. ماشي، فالcomplementary بتاعها هسميه بقى unavailability او unreliability، هو 1 minus ال r دوت، اللي هو لو انا هبص على الاكسبريشن دوت، 1 minus الكلام دوت يديني ال downtime على ال total time. طيب ال downtime وال total time دولت ممكن برضو نعمل لهم expression او نعمل لهم يعني calculation in terms of ال two parameters دولت، ال MTTR وال MTBF. دولت يعني terms برضو مشهورة في ال fault tolerance analysis وال reliability analysis of any system في الدنيا، مش بس ال switching subsystem ومش بس ال telecommunication system. ايه ال MTTR؟ ده ال mean time to repair، وال MTBF ده ال mean time between failures. طيب ايه دوت؟ ما هو انا ال up time وال down time مش شرط يكونوا يعني continuous، يعني مش شرط يعني اقول انه لو احنا بنقول على ال 5 ناينز الخمس دقائق في السنة ديت مش شغال يعني السيستم بتاعي 365 يوم ورا بعض، واخر خمس دقائق في السنة هم دولت ال down. لا، ممكن يبقى عندي يعني السيستم operational وبعد كده بقى عندي حصل داون تايم لمدة few seconds، وبعدين operational وبعدين حصل داون تايم لمدة مثلا 1 minute، وبعدين up وبعدين داون تاني ل few seconds ولا few minutes. فبدل ما اقعد اشوف طب هو التوتال تايم ده قد ايه، التايم دوت ده يعتبر up time وده up time وده up time، واجمعهم وبعدين اجمع الداون تايمز اللي هم الانترفال دي والانترفال دي والانترفال دي، واحسب بقى التوتال اب تايم والتوتال داون تايم، ممكن نحسبها في صوره الافرجز. فيبقى عندي المين تايم بتوين فيليرز. المين تايم بتوين فيليرز ده يريبريزنت ايه؟ يريبريزنت الافرج بتاع الاب تايمز. ليه؟ ما هنا الداون دوت هو ده اللي بيريبريزنت فيلير، ويبقى التايم ما بين الفيلير ده والفيلير ده ده اب تايم. طيب بس انا عندي اب تايم هنا كبير، هنا اب تايم اصغر شويه، هنا اب تايم اصغر حبه كمان. ماشي خلاص، هحسب الافرج بتاعه. انا ما هنا طالما عندي 3 فيليرز هيبقى عندي 3 تايمز بتوين الفيليرز. ماشي، فلما احسب الافرج بتاع ده والافرج بتاع ده اكني جمعت وقسمت على 3، جمعت وقسمت على 3، في الاخر انا بحسب ريشيو ال3 وال3 تروح، ويتبقى التوتال تايم اوف اوبريشن على التوتال تايم اوفرول يعني. فما فيش ما يمنع ان انا احسب مين تايمز او افرج تايمز. فيبقى المين تايم بتوين فيليرز ده اللي بيريبريزنت الاب تايم. طيب المين تايم تو ريبير، ما هو انا السيستم هيفضل داون يعني حصل فيلير بقى السيستم داون، امتى هيرجع اب تاني؟ لما ريبير السيستم. فيبقى ده كده ريبير تايم.
يعني اقدر ابص له على انه داون تايم او اقدر ابص له على انه ريبير تايم. كل ما الريبير تايم يزيد كل ما انا كده سايب السيستم داون لوقت ازيد، وهنا ادي another repair time او داون تايم. برضه سيميلرلي المين تايم تو ريبير هو هنا التايم دوت تو ريبير كان 10 سكندز، هنا التايم دوت تو ريبير كان 30 سكندز، هنا ما اعرفش كان كام. طب الافريج بتاعهم قد ايه؟ المين تايم قد ايه؟ يبقى المين تايم تو ريبير ده اكنه بيريبريزنت الافريج داون تايم، وبالتالي يبقى هنا ده كده الافريج داون تايم على الافريج داون تايم بلس الافريج اب تايم. خلاص ما هو دوت الكومبلمنتري بتاع دوت، يبقى دوت الان افيلابيليتي او الان ريلايبيليتي بتاعتي في السيستم. يبقى عشان احسب الان افيلابيليتي او احسب الريلايبيليتي مش شرط اكون عارف يعني توتال تايمز سواء اب او داون، يكفي ان انا ابقى عارف مين تايمز تو ريبير ومين تايمز بتوين فيلير. عشان نزود الريلايبيليتي دي نعمل ايه؟ ففي بعض التكنيكس كده هو تو انهانس الريلايبيليتي او تو انكريز الريلايبيليتي. هو مبدئيا عشان انا انكريز الريلايبيليتي عايز ازود الاب تايم او عايز اقلل الداون تايم. ماشي الاب تايم ما هو ده الطبيعي ان السيستم از اوبريشنال، يبقى الهدف ان انا اقلل الداون تايم. طيب بس الداون تايم دوت لو intended زي المينتننس ماشي خلاص، يبقى انا يعني اعمل مينتننس بسرعة. لكن لو مش intended حصل بسبب فيلير، يبقى الشطارة في ان انا اخلي الريبير بسرعة، ان يبقى عندي fast repair، وبالتالي يبقى المين تايم تو ريبير صغير، وبالتالي تبقى الان افيلابيليتي صغيرة، consequently reliability عالية. فيبقى الريلايبيليتي انهانسمنت تكنيكس كلها رايحة في اتجاه ان انا اريديوس التايم تو ريبير، ان انا اعمل ريبير بسرعه، فوينيفر يحصل فيلير اعمل له ريبير بسرعه والسيستم يرجع اب تاني بسرعه. ففي كذا تكنيك. اول تكنيك ان انا يبقى عندي دوبليكيتد يونتس. ايه الدوبليكيتد يونتس؟ اولا دوبليكيتد بقى يونتس كله، سواء يعني بتكلم على كنترول يونتس، ريجسترز، بروسيسورز، connections، ان انا يبقى عندي كل حاجه duplicated. في السولوشن دوت او في التكنيك دوت الدوبليكيت يونتس ديت ار كونكتد دايركتلي توجذر اند شير الداتا. يعني مثلا لو انا عندي بروسيسنج يونت، ما احنا اتفقنا السويتشنج دوت في بعض البروسيسنج بيحصل عشان يشوف هو المكالمه اللي جايه دي جايه من مين ورايحه لمين، واشوف هو وذن نفس السنترال اوفيس ولا لا، وذن نفس السويتش ولا لا. ففي شويه بروسيسنج كده بيحصل. لو البروسيسور بتاع السويتش حصل له فيلير هيبقى السويتش داون، اي نعمل كونكشنز كلها موجوده والديتا بتوصل للسويتش، بس هو السويتش مش قادر يبروسس عشان يكمل باقي السويتشنج فانكشن اللي هي اول حاجه احنا قلناها فايندنج الباث بتوين السبيسيفيك تيرمينالز. ف لو انا هعمل دوبليكيشن لليونتس، وكان في المثال اللي انا اخترته دوت ان انا عندي الداتا بدل ما هي جايه داخله على البروسيسور، وبالتالي لو حصل فيلير للبروسيسور دوت خلاص الدنيا وقفت، لا هيبقى عندي دوبليكيت يونت، والدوبليكيت يونت ديت بتشير الكونكشنز وبتشير الداتا. فوكان الداتا جايه هنا اهوت، الداتا هي اللي هي ايه المكالمة دي جاية من A رايحة ل B، فأنا هبروسس يبقى أبعتها على أنهي تيرمينال، وأي نوع تاني من أنواع البروسيسنج يعني، بس بدي مثال بسيط. طيب فالديتا دي تخش على البروسيسنج يونت ديت تو بروسس وتكم أب وذ أ ديسيجن، والديسيجن يطلع هنا، وفي نفس الوقت الديتا ديت جاية على البروسيسور دوت و بتبروسس الديتا ديت. طيب التو بروسيسور دولت هي اوبريت ازاي؟ هما زي ار شيرنج الداتا، بمعنى الاثنين بيعملوا نفس الحاجه بالظبط، وطول الوقت الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. فيبقى تاني الاثنين بيعملوا كل حاجه، يعني كل واحد بيأكت as if it is the only processing unit اللي موجود،
فلازم يبروسس كل الداتا اللي جايه له، والتاني بيعمل زيه بالظبط. وبالتالي in this case يعني ان انا عندي بقى two parallel processing units لو حصل failure لدي خلاص انا immediately التانية شغالة وكان جاي لها الداتا كلها، مش محتاجة حتى يعني وقت ان الداتا تتبعت من البروسيسور اللي حصل له فيلير للبروسيسور التاني، لا هو شغال بالظبط. فهو هنا وكأن لو حصل فيلير لده اكن مفيش داون تايم خالص، لان الدوبليكيت يونت شغال. الدروباك بتاع التكنيك دوت ان انا عندي دوبليكيشن اوف ريسورسز في كل حاجه، اي ريسورس او اي كومبوننت عندي بعمل لها دوبليكيشن، الباور كونسامشن هيتضاعف، ووارد يعني ما هو البروسيسنج يونت دي ايه اللي هيخليها تفصل او ايه اللي هيخليها يحصل لها فيلير او تو جو انتو داون تايم، عمرها الافتراضي خلص او في هيتنج افكت او في وات ايفر، طب ما هو او من كتر الشغل، طب ما هو ما دام انا عندي الدوبليكيت يونت بتاكت زيها بالظبط يبقى وارد هي كمان يحصل لها نفس الفيلير ان ما كانش معاها في نفس الوقت، فيبقى بعدها بحاجه بسيطه. فالميزه بتاعت الاستراتيجي دي الدوبليكيتد يونتس ان انا اولموست الداون تايم از زيرو، لان اي واحده اي يونت هيحصل لها فيلير الدوبليكيت بتاعها هيشتغل immediately. طبعا هي دي مش هيحصل لها فيلير وانا هسيبها وامشي، وانا هبتدي اريبير اليونت اللي حصل لها فيلير، بس وايل اي ام ريبيرنج اليونت دي ستيل السيستم كاوفرول از اب اند اوبريشنال، مش السيستم مش داون لان في دوبليكيت يونت شغال. وبالتالي يعني نتوقع ان لما يبقى عندي بارلل موديولز كده كونكتد يبقى الريلايبيليتي بتاعتي تبقى عاليه. طيب بس العيب بتاعه زي ما قلنا يعني ايكونوميكلي يعني عندي دوبليكيشن في الريسورسز، ثانيا يعني لو الريبير بتاع واحده منهم طول شويه وارد الثانيه يحصل لها فيلير يعني شورتلي افتر. طيب الحل الثاني او التكنيك الثاني ان يبقى عندي ستاند باي يونتس، هو شبيه باللي فات، انا عندي 1 يونت وادوبليكيت يونت بس واحده منهم از اكتف والثانيه از ستاند باي، سواء واحده ثانيه او مالتيبل يعني، واليونتس ديت ار دايركت سوري اندايركتلي كونكتد ثرو سكندري ستورج. يعني ايه؟ يعني برضو لو انا واخد نفس المثال البروسيسنج يونت، عندي ادي بروسيسنج يونت اهي وعندي انذر بروسيسنج يونت وفي كونكشن هنا، بس اليونت اللي تحت ديت از نوت اوبريشنال مع اليونت اللي فوق، هي ستاند باي بس، فهي مش بتشير الداتا، لكن الداتا نفسها بتخش على البروسيسنج ديت وبتبقى سام هاو ستورد هنا، بحيث ان لو دي حصل لها فيلير وما بقتش قادره تبروسس السيستم يسويتش على طول للباث الثاني، والداتا اللي كانت اخر داتا موجوده اللي ستورد هنا اهوت تبتدي تخش على البروسيسور ويكمل بروسيسنج. فيبقى الستاند باي يونتس انا عندي دوبليكيت يونتس بس مش الاثنين اوبريشنال سيمالتينيسلي كونتينيوسلي، لا هي واحده از اوبريشنال او واحده از اكتف والثانيه موجوده وجاهزه بالكونكشنز بتاعتها بس مش بتشتغل، مش جاي لها الداتا تو بروسس، بس it is ready stand by ان once حصل failure في ال main او ال primary unit ال connections ت switch على طول لل stand by او لل secondary unit ديت، واي data stored هتبقى واصلة لل processing unit. فهنا هم دول برضو واصلين يعتبروا in parallel بس مش الاتنين operational في نفس الوقت. فهنا الداون تايم از ريديوسد ازاي؟ يا دوب بقى الداون تايم هو التايم اوف سويتشنج من البرايمري يونت للستاند باي يونت، برضو ما بقاش يعني تايم تو ريبير اليونت اللي حصل لها فيلير،
لا انا برضو هريبير اليونت ديت وارجع تاني اشغلها تبقى هي البرايمري، بس وايل ات از بينج ريبيرد الستاند باي يونت اشتغلت او بتبرفورم الفانكشن، وبالتالي الداون تايم بتاعي اهوت يبقى سيجنيفيكانتلي سمول. ويعني ده يوضح لنا يعني ازاي ممكن يبقى عندي سيستم يحقق الفايف نايتس 5 دقائق في السنه. ماشي، ما هو وارد ان يونت يحصل لها فيلير، بس الستاند باي يونت دخلت على طول، ولا انا هروح اشتري كومبوننت ولا هاجي اصلح ولا هاجي اركب، هي اوريدي راكبه واوبريشنال وكل حاجه، ويا دوب الداون تايم اكن يعني بعمل ريستارت للسيستم، بدل ما تبقى شغال ثرو البرايمري يونت تبقى شغال ثرو الستاند باي يونت. فدوت برضو ينهانس الريلايبيلتي. هنا برضو من حيث الكوست، انا عندي كوست اوف دوبليكيشن، بس يعني ات اني تايم واحده بس اللي شغاله، فالباور كونسامشن لا زي ما يكون واحده بس اللي شغاله. العمر الافتراضي بتاع الكومبوننتس لا، واحده شغاله والتانيه ستاند باي، فماشي واحده حصل لها فيلير التانيه اكنها لسه جديده، زي استبن العربيه بالظبط. انا معايا استبن العربيه شغال موجود وريدي، وانس حصل فيلير لكاوتش من بتاع العربية خلاص هوقف، ومش هاخد بقى الكاوتش دوت واروح ادور اصلحه ازاي وبعدين اركبه، لا هركب الاستبن على طول وبعد كده اشوف الكاوتش دوت. الدوبليكيت يونتس او التكنيك بتاع الدوبليكيت يونتس الاولاني ده عامل زي فكرة العجل بتاع العربيات النقل، كل ناحية فيها عجلتين جنب بعض. هو يعني ما فيش وقت ان انا حتى اقف اغير الاستبن، فلو عجله حصل لها فيلير التانيه شغاله جنبها على طول، فخلاص فالسيستم از اب اند رانينج. طيب التكنيك الثالث اللود شيرنج. ماشي، في اللود شيرنج برضو عندي تو يونتس والاثنين كونكتد، الاثنين اكتف زي الدوبليكيشن، بس الفرق ما بين الدوبليكيشن ان ال both are active بس each one بيهاندل percentage of ال tasks. يعني لو هما اتنين بس يبقى عندي كل واحدة تهاندل half ال task. يعني لو انا بتكلم على call switching يبقى each unit او each يعني set of units بتهاندل half ال calls. ماشي، معنى كده هوت ان لو حصل فيلير اولا لواحده منهم، يعني اولا الفيلير دوت هيأفكت نص الترافيك بس، وبرده وانس حصل فيلير هيحصل سويتشنج ان اللود ترافيك يروح على طول كومبليتلي 100% على المسار التاني. طب ما ايه الفرق ما بين دوت وما بين الدوبليكيشن؟ ان انا قللت اللود شويه على اليونتس بتاعتي، بدل ما اليونت الاولانيه شغاله 100% والثانيه شغاله 100%، لا في اللود شيرنج واحده شغاله 50% وواحده شغاله 50%، فاللي هو اكني بقلل التشانس ان يحصل ايرور اساسا، او ان يحصل فيلير، او ان يحصل داون تايم لاي واحده منهم. فيبقى في الثلاثه دول، الثلاثه تكنيكس دولت كلهم الكومن فيهم ان انا عندي دوبليكيت يونت يا اما واصله واكتف وبتكاري الفول لود، ده في الدوبليكيشن موجوده وستاند باي وهتشتغل اونلي او هتكيك ان اونلي لما اليونت البرايمري يحصل لها فيلير، ده الستاند باي، او موجوده وكونكتد وبيجي لها داتا وبتعمل بروسيسنج بس 50% بس اوف اللود، ده في حاله اللود شيرنج. عشان يعني ابقى كونسرفاتيف اكتر من حيث الكوست، فعندنا بقى التكنيك الاخير دوت اللي هو ان يبقى عندي سبير يونتس. الميزه في او التكنيك دوت ما اقصدش بيه ان انا يبقى عندي يعني جاست سيمبلي سبير يونتس، لا تبقى سبير يونتس وستورد اون سايت. انا عندي دوبليكيت يونت بس مش واصله على السيستم، ما مش باورد اون، الكونكشنز بتاعتها مش جاهزه، مش واصله بباقي السيستم، بس موجوده في السايت بتاعي. يعني لو انا بتكلم على سنترال اوفيس، ماشي موجود في السنترال اوفيس نفسه السبير يونتس دي، بحيث ان اول ما يونت يحصل لها فيلير يبتدي يحصل immediate repair، لان الطبيعي يعني otherwise يعني لو ما فيش
السبير يونتس دي او اللاين ريبليسمنت يونتس. اتخيل كده انا عندي وليكن البي سي بتاعي الوان اوف الرامز باظت، حصل لها فيلير. طيب الطبيعي ان انا اشوف طب هي الرام ديت اللي هو كان ايه الموديل نمبر بتاعها، وبعدين اشوف اوردر للرام ديت او اروح اجيبها، وبعدين ارجع، وبعدين ابتدي افك واوصل واشغل. طيب ما انا لو انا عندي سبير رام على طول خلاص immediately هبتدي الريبير، فدوت يقلل لي الاوفرول داون تايم، مش عن طريق ان انا بقلل الريبير، لا عن طريق ان انا بريبير immediately. طبعا في الثلاثه اللي فاتوا دول الريبير تايم بتاع الحاجه اللي حصل لها فيلير مش هو اللي دوميننت، لانه اوريدي انا اقدر اشتغل على طول اكمل شغل على طول اول ما حصل لحاجه فيلير. تاني في الدوبليكيت يونت اوريدي في الدوبليكيت شغال، في الستاند باي يا دوب فيو سكندز اول ما يحصل سويتشنج من البرايمري باث للسكندري باث، في اللود شيرنج هو اوريدي برضو السكندري از اكتف، مجرد بس هحول الفول لود عليه. هنا هو بس في السبير يونتس او بنسميها لاين ريبليسمنت يونتس، يعني ان يبقى الريبليسمنت يونتس موجوده وجاهزه، بحيث ان يعني جاست يبقى التايم بتاع المانيوال تشينج ان انا اشيل اليونت اللي باظت واحط اليونت الثاني. فدوت برضو الهدف منه انه يقلل الريبير يونتس، سوري ان يقلل الريبير تايم. طبعا عشان دوت يحصل يعني لازم يكون برضو عندي انجينير اون سايت، يعني انا بتكلم على يعني تليكوميونيكيشن سيستمز، يعني لازم يبقى عندي انجينير اون سايت عشان اول ما يحصل فيلير يستعمل اللاين ريبليسمنت يونت. فيبقى دي كده التكنيكس الميجر تكنيكس. طبعا ممكن يبقى في تكنيكس ثانيه يعني، بس دي كده الميجر تكنيكس تو انكريز او انهانس الريلايبيليتي بتاع اي سيستم بصفه عامه، ودولت اللي يعني اللي كومونلي يوزد في الديجيتال في التليكوميونيكيشن سيستمز. انا لو انا عايز احسب ريلايبيليتي بتاع شويه ديفايسز كونكتد ان بارلل او ان سيريز، يعني لو انا عندي ريلايبيليتي او عندي سيستم في يونت عامله كده اهوت ويونت تانيه وراها، في الاخر عشان ساتش سيستم يشتغل، لو ده اس 1 سيستم 1 وده سيستم 2، عشان الاوفرول سيستم يشتغل او يبقى اوبريشنال لازم بوث سيستمز يبقوا اب. يعني تخيلوا كده اهوت اس 1 ده ستورج مثلا واس 2 ده بروسيسنج، او اس 1 ده الهاردوير واس 2 ده السوفت وير، عشان الاوفرول سيستم يشتغل لازم بوث اوف ذيم يكونوا اب، ما ينفعش واحد يبقى اب والتاني يبقى داون. وبالتالي لو انا عارف الاب داون تايم بروفايل بتاع كل واحد منهم، يعني مثلا لو اس 1 كان اب الفتره ديت وبعدين حصل له فيلير بس عملنا له ريبير ورجع اب تاني، وبعد شويه حصل له داون وعملنا له ريبير بس خد وقت اطول شويه وبعدين رجع اب تاني، اس 2 كان اب وبعدين بقى داون عملنا له ريبير ورجعنا تاني، وبعدين هنا بقى داون عملنا له ريبير ورجع تاني، وبعدين هنا بقى داون وعملنا له ريبير ورجع تاني. في الاخر لو انا عايز احسب الاوفرول سيستم ريلايبيليتي، عشان اجيب الاوفرول سيستم ريلايبيليتي لازم اجيب الاب تايم والداون تايم. هنا للحاجات اللي ان سيريز ديت، امتى يبقى السيستم اب كاوفرول سيستم وامتى يبقى السيستم داون برضه كاوفرول سيستم؟ السيستم ما يبقاش اب الا لو بوث سيستمز ار سيمالتينيسلي اب، لو اني وان اوف ذيم از داون يبقى الاوفرول سيستم از داون. يعني لو انا جيت بقى ارسم يعني بالنسبه للاوفرول سيستم في الوقت الاولاني ده الاثنين اب يبقى السيستم از اب، بعدين هنا واحد منهم از داون يبقى بوث اوف ذيم او الاوفرول از داون، بعد كده الاثنين اب اوكي، بعدين بقى الاولاني هو اللي داون يبقى كلهم داون او الاوفرول سيستم از داون، بعدين رجع اب بعدين التاني بقى داون يبقى الاوفرول سيستم از داون،
وبعدين هنا رجع الاولاني داون فيفضل داون، وبعدين في وقت حصل فيه ان الاتنين داون توجذر يبقى ستيل الاوفرول سيستم از داون، وهكذا هنا بقى اب. فيبقى بقى الداون تايمز هنا كان عندي يعني مرة، هنا عندي مرة تانية، هنا كان عندي مرة، هنا مرة تانية، هنا مرة تالتة، لكن eventual يعني هنا الأوفرول سيستم أدي مرة كان داون، التانية، التالتة، الرابعة. طبعا الرابعة ديت يعني عشان كان فيها وقت both of them اللي هي number 2 هنا و number 3 هنا وات both cascaded systems are down together. فيبقى لو انا عايز احسب الاوفرول داون تايم بتاع السيستم، جيفن بقى ان انا مش شرط اكون عارف الداون بروفايل بصفه عامه، ممكن اكون عارف بس المين تايم تو ريبير. ما احنا اتفقنا ان المين تايم تو ريبير ده اللي بيدينا انديكيشن للداون تايم. طيب عشان اعرف المين تايم تو ريبير اوف، او عشان احسب المين تايم تو ريبير اوف الاوفرول سيستم ان تيرمز اوف الداون تايم اوف الكاسكيدد سب سيستمز، لازم ابقى عارف هل الداون تايمز بتاعت اس 1 واس 2 ار اوفرلابنج ولا نون اوفرلابنج. يعني هل الاوقات اللي اس 1 فيها داون غير الاوقات اللي فيها اس 2 داون، ولا هم نفس الاوقات بالظبط؟ دولت التو اكستريم كيسز، واذروايز يبقى ان بتوين. طب لو الداون تايمز اوف بوث سيستمز ار كومبليتلي نون اوفرلابنج، يبقى التوتال داون تايم او المين تايم تو ريبير اوف الاوفرول سيستم، خلينا سيبنا من المين تايم تو ريبير، خلينا نقولها ان تيرمز اوف التوتال داون تايم، هيبقى ايه علاقته بالداون تايم بتاع اس 1 والداون تايم بتاع اس 2؟ هيبقى مجموع الاثنين. ما احنا اتفقنا انه اي وقت اس 1 داون فيه يبقى الاوفرول سيستم از داون، اي وقت اس 2 از داون فيه يبقى الاوفرول سيستم از داون. طب اس 1 از داون في اوقات غير اللي اس 2 از داون فيها، يبقى ذا اوفرول سيستم از داون في الاوقات اللي فيها ايذر اس 1 او اس 2 ار داون. فان ذيس كيس اقدر اقول ان الداون تايم بتاع اس الاوفرول سيستم هو الداون تايم بتاع اس 1 زائد الداون تايم بتاع اس 2. طيب ده لو كان there is no overlap between the down times. طب لو كانوا the down times دايما overlapping، يعني لو حبينا نرسمها، تعالوا ما نرسم كده برضو سيناريو اهو، ادي the down time بتاع S1 عامل كده، بس المرة دي the down time بتاع S2 overlapping معاها، وليكن عامل كده. في الحالة دي S الأوفرول سيستم الداون تايم بتاعه ايه؟ هنا up، بعدين أول سيستم كان down هيفضل down while it is down ال second system برضو is down. طيب خلاص ما أنا كده كده down، طب السيستم التاني هوت رجع up ماشي، بس still الأوفر سيستم is not operational عشان sub system S1 is not. فيبقى أنا مش هطلع up إلا لما both of them يبقوا up، وهكذا هنا هوت. فيبقى البروفايل بتاع الاوفرول سيستم هنا هو بتاع S1 على اساس ان S1 هو اللي فيه الداون تايمز الاكبر، وانا عندي بيرفكت اوفرلاب او يعني توتال اوفرلاب بتوين الداون تايمز اوف S1 و S2. في الحاله دي الاوفرول داون تايم بتاع السيستم مش بقى مجموع الاثنين، لان في حاجات اوفرلابنج، امال ايه؟ هيبقى الماكسيمم بتاع الاثنين على حسب بقى مين فيهم اللي بيفضل داون اكتر، هو اللي ياثر لي او يخلي لي الاوفرول سيستم داون اكتر. يبقى دول التو اكستريم كيس، ان انا لو انا عارف ان ما فيش اي اوفرلاب خالص يبقى التوتال داون تايم بيساوي مجموع
الداون تايمز. طبعا يعني بما ان التوتال داون تايم بيساوي مجموع الداون تايمز، يبقى الافريج توتال داون تايم يساوي مجموع الافريج داون تايمز، اللي هو يبقى التوتال او الاوفرول مين تايم تو ريبير يساوي المين تايم تو ريبير بتاع S1 زائد المين تايم تو ريبير بتاع S2. ده الاكستريم الاولاني، ان بيرفكتلي، ان ما في، سوري، ما فيش اوفرلاب. لو انا عندي توتال اوفرلاب او كومبليت اوفرلاب، يبقى المين تايم تو ريبير هو الماكسيمم، هو الماكسيمم اوف المين تايم تو ريبير بتاع السيستم الاولاني والسيستم الثاني. حبيت اعبر عنها ان تيرمز اوف الريلايبيليتي، الريلايبيليتي ككل. ما احنا ما ننساش ان، او نخلي بالنا ان التوتال تايم اللي انا ببص عليه هو هو في الثلاثة كيسز، يعني لو انا ببص على S1 لوحده، او ببص على S2 لوحده، او ببص على الاوفرول سيستم على بعض. فاقدر اقول ساعتها ان الريلايبيليتي الاوفرول هي ايه بقى؟ ريلاتيف للريلايبيليتي بتاع السيستم الاولاني والريلايبيليتي بتاع السيستم الثاني، الماكسيمم ولا المينيمم؟ طبعا المينيمم، هي المينيمم بتاع الاثنين، لان انا هنا المين تايم تو ريبير هو الاكبر الماكسيمم، صح؟ فيبقى الان افيلابيليتي هي الماكسيمم ان افيلابيليتي بتاع السيستم الاولاني او السيستم الثاني، وبالتالي يبقى الريلايبيليتي هي المينيمم اوف R1 اند R2. تاني يعني اقدر اكتبها كده اهوت، ان الان افيلابيليتي هي الماكسيمم اوف بوث ان افيلابيليتيز، مين فيهم از ان افيلابل اكتر، وهو ده اللي هيخلي لي الاوفرول سيستم از ان افيلابل. تاني الكلام دوت في الكيس بتاع الكومبليت اوفرلاب. لو بقى انا عندي نو اوفرلاب خالص، اقدر اقول هو السيستم امتى يبقى ان افيلابل؟ السيستم يبقى ان افيلابل لو السيستم الاولاني مش افيلابل او السيستم الثاني مش افيلابل. خلي بالنا ان الافيلابيليتي او الريلايبيليتي الاثنين برسنتج، صح؟ طيب فيبقى في حاله ان انا عندي نو اوفرلاب، يبقى الان افيلابيليتي اوف الاوفرول سيستم لو السيستم الاولاني، whenever السيستم الاولاني is unavailable و whenever السيستم الثاني برضو is unavailable، يبقى اقدر اقول انها U1 زائد U2. طبعا دوت يعني as expected يزود لي الان افيلابيليتي اوف الاوفرول سيستم، او يقلل لي الريلايبيليتي اوف الاوفرول سيستم. يبقى انا هنا بميز ما بين تو كيسز في حاله ان انا بتكلم على تو سيستمز ان كاسكيد. والتو كيسز دولت ان انا عندي نو اوفرلاب للداون تايم، او ان انا عندي كومبليت اوفرلاب للداون تايم. سيميلرلي بقى ممكن نستدي الكيس لو السب سيستمز دولت ار كونكتد ان بارل. طبعا لو كونكتد ان بارل الكونسيدريشنز هتبقى مختلفه. انا بتكلم على سيستمز كونكتد ان بارل وكانهم دوبليكيت يونتس. فامتى يبقى السيستم ان افيلابل؟ اونلي لو بوث اوف ذيم ار ان افيلابل، اللي هو عكس الكيس بتاع السيريز. هنا في السيريز كونكشن السيستم امتى يبقى ريلايبل؟ لو بوث اوف ذيم ريلايبل او بوث اوف ذيم ار افيلابل. امتى ان افيلابل؟ لو اي واحد منهم از ان افيلابل. لكن في حاله البارلل لو واحد منهم افيلابل يبقى ذا اوفرول سيستم از افيلابل. امتى يبقى السيستم ان افيلابل؟ لو بوث اوف ذيم ار ان افيلابل. وبالتالي لو تخيلناها كدهوت ان انا عندي تو سيستمز ان بارلل والداون تايم بتاع السيستم الاولاني نون اوفرلابنج مع الداون تايم بتاع السيستم الثاني، هل الاوفرول سيستم اقدر ات اني تايم اعتبره داون؟ لا طبعا، لانه when one of the systems is down الثاني is up، خلاص ما هو الثاني هيشيل اللود. طب بقى الاولاني هو اللي داون بس الثاني is up فهيشيل اللود. فلو انا عندي two systems in parallel، يعني السيناريو ده، بس لو S1 parallel مع S2 و S1 و S2 are duplicate units، يعني خلاص يبقى الاوفرول بروفايل ك up down time
هيبقى كله اب ما عدا في الحتة دي اللي فيها الاتنين داون. فبرضو اقدر يعني نخمن ريليشنز شبيهة بدي وشبيهة بدي، اللي هو الكيس اللي في الداون تايمز ار اوفرلابنج versus الكيسز اللي الداون تايمز ار نون اوفرلابنج. نعملها لو تو موديولز او تو كومبوننتس ار كونكتد ان سيريز مره، ولو تو موديولز او تو كومبوننتس ار كونكتد ان بارلل مره. طيب لو انا ما عنديش اي معلومه، ده لو انا عارف الداون تايمز اوفرلابنج ولا نون اوفرلابنج. لو ما عنديش اي معلومه الموديولز بتاعتي ديت اوفرلابنج ولا نون اوفرلابنج، خلاص يبقى نحسبها اون بروبابيليستيك بيزس وخلاص. يعني اشوف اعمل probabilistic analysis الاوفرول سيستم امتى يبقى available وامتى يبقى unavailable، او امتى يبقى reliable وامتى unavailable، سواء انا عندي series connection او عندي parallel connection. يعني simply يعني لو انا عندي series connection امتى السيستم يبقى reliable؟ السيستم يبقى reliable لما both of them يبقوا reliable together. فيبقى البروبابيليتي ان السيستم اوفرول يكون ريلايبل هي البروبابيليتي ان السيستم الاول ريلايبل تايمز البروبابيليتي ان السيستم الثاني از ريلايبل. ده لو انا ما عنديش اي معلومات عن الاوفرلاب، خلاص يبقى اشتغل بالكرايتيريا دي. هنا خلي بالنا دي كده، طبعا انا اقدر اكتب ان دي 1 ماينس ار تساوي 1 ماينس ار 1 زائد 1 ماينس ار 2، ماشي، واطلع من ده ريليشن ما بين ار1 وما بين ار وار1 وار2، بس دي اندر سيرتن كونديشن، ان انا عارف ان عندي نون اوفرلابنج داون تايمز. ماشي، هنا لو انا مش عارف خالص وبعمل يعني بجيب راف استيميت كده، طب لو عندي بارلل كونكشن امتى السيستم يبقى ريلايبل؟ لو الاولاني البرانش اللي فوق ريلايبل او البرانش اللي تحت ريلايبل، طب ماشي، او الاثنين مع بعض ريلايبل، صح؟ طب بدل ما اقعد افكر فيها كده ممكن افكر فيها العكس، امتى يبقى السيستم ان ريلايبل؟ مفيش غير كيس واحده، ان بوث سيستمز يكونوا ان ريلايبل، لان هما الاثنين بارلل، الاثنين دوبليكيت. فالكيس الوحيده ان يبقى الاوفرول سيستم از ان ريلايبل ان يبقوا بوث اوف ذيم ان ريلايبل. فيبقى التوتال unreliability هي ال unreliability بتاع الاولاني في ال unreliability بتاع التاني. وبرضو اقدر ارجع بقى اريبليس اليو ب 1 ماينس ار عشان اجيب ريليشن للreliabilities يعني. فيبقى دولت كده هوت للبارلل او السيريز كونكشنز اونلي ان ذا كيس ان انا ما اعرفش عن ما عنديش اي معلومه عن الداون تايم بروفايل بتاعي اوفرلابنج ولا نون اوفرلابنج. لو انا عارف ان هو اوفرلابنج او نون اوفرلابنج ابتدي اعمل اناليسيس بقى بالطريقه اللي احنا قلناها، نشوف هو ده كده نون اوفرلابنج، ده كده ماكسيمم بوسيبل اوفرلاب، ساعتها يبقى اقدر اجيب بيتر استيميت للريلايبيليتي وللان افيلابيليتي.